حملة كنزك في الأغوار الثانية هي الحملة الثانية ضمن أنشطة مشروع شباب غور الأردن من أجل التغيير، الذي ينفذه مركز العمل التنموي معا بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. توظفت في مجلس الخدمات المشترك في عام 2000 على المشاريع مع المؤسسات الممولة، كان اليو ان دي بي وبعديها جايكا اليابانية. بعد 12 سنة خلص التمويل وجدت حالي بدون عمل، فقدمت مشروع هو عبارة عن دولمين عنب نموذجي. الحمد لله رب العالمين قدرت من خلال هذا المشروع أن أطور وأزيد المزرعة وأكبرها، وعملت مشروع ثاني اللي هو الفلفل الحلو تحت الريشت، وقدرت برضو كمان أعمل مشروع مزرعة أغنام، كل هذا من خلال المشروع الأولاني اللي هو دولمين العنب. من نتائج حملة كنزك في الأغوار الأولى تم تشبيك الشباب مع مؤسسات القطاع الحكومي والتعرف على أهم التسهيلات التي يقدمها هذا القطاع للمستثمرين ومنهم الشباب. ما تقوم به وزارة الزراعة من تشجيع للاستثمار أو تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين في القطاع الزراعي في منطقة أريحة والأغوار يتمثل في أولاً تسهيل البنية التحتية للمستثمرين، وبالأخص من خلال مثلاً شق طرق زراعية أو من خلال توفير برك ترابية لتجميع المياه والحصاد المائي. أتيحت لي فرصة أني أتدرب لمدة 3 شهور من قبل مؤسسة معا للعمل التنموي ضمن مشروع غور الأردن من أجل التغيير. طبعا أنا قبل هذا التدريب أو قبل هاي فرصة التدريب في مستشفى أريحة أنا كنت يعني علاقاتي أو بالنسبة للوظيفة كانت علاقاتي معدومة، وطبعا وعدوني بعد التخرج في فرصة عمل إن شاء الله محفوظة. يعني كما هدفت أنشطة المشروع بتشبيك الشباب بمراكز التوجيه المهني من خلال 40 لقاء بمشاركة المتحدثين من مجلس التشغيل في وزارة العمل. أهم الخدمات اللي بقدمها وزارة العمل بالأخص في الإدارة العامة للتشغيل هي تقديم خدمة التوجيه والإرشاد المهني للأشخاص المتعطلين والباحثين عن عمل، باعتبار أنه هذه الخدمة هي خدمة مهمة موجهة للشباب المتعطلين في حال عدم توفر وظائف في سوق العمل. نحن نشجع الشباب الخريجين وحملة المؤهلات إلى التوجه إلى أن يكون هناك لديهم مشاريع ريادية في مجال التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة. ممكن هذا تجسد من خلال العلاقة الوثيقة اللي تم من خلال وزارة العمل ومركز معنا التنموي من خلال مشروع شباب غور الأردن الذي كان يستهدف إلى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا. طبعا تعنى وزارة الاقتصاد الوطني برسم السياسات الاقتصادية الهادفة لتنظيم الحياة الاقتصادية من خلال تبني مجموعة من السياسات الهادفة، وخاصة بتحسين بيئة الأعمال بشقيها المادي والقانوني، حيث قطعت شوط طويل في هذا المجال في مجال تحسين التشريعات القانونية وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار الهادف إلى تشجيع الاستثمارات في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة مناطق الأغوار والمناطق المهمشة. وضمن أنشطة تدريب ابدأ مشروعك الخاص تم أيضا تشبيك الشباب مع حاضنات الأعمال ومؤسسات التمويل الصغير ومشاركة المجتمع المحلي باللقاءات، مما هيأ الفرصة للمزيد من المستفيدين الغير مباشرين من أنشطة المشروع. أنا حبيت فكرة البقالة، يعني أنا كنت فاتح محل صغير في البيت، حبيت أطور مشروعي، وجدت الفكرة من يعني إن المشروع مدر للدخل، وحبيت أساعد زوجي لأنه هو شوفير باص ويعني ما كان في دخل يعني منيح، ما كان يأخذ شهرية، وقدمت خطة عمل للمشروعي وإنه مجدي يعني ومدر للدخل، وحبيت أطوره وأكبره، والحمد لله يعني منحوني
مركز معن أعطوني منحة يعني. حملة كنزك في الأغوار الثانية هي فكرة برزت من خلال مجموعة شبابية مكونة من 40 شاب وصبية من 15 تجمع سكاني في الأغوار، تهدف إلى تشجيع الاستثمار من خلال جلب مشاريع صغيرة للشباب ومدرة للدخل.